الهيئة حتى تقوم بالتدخلات اللازمة السريعة. حسنا أنه يعني دون ما يخرج التقرير نبعثوه للهيئة حتى يصير التدخل، وخاصة كما قلت سيادتك في النقطة بتاع محاولة يعني تأثير الناخبين. نعرفوا اللي هو امبارح يوم الاقتراع، هو كذلك يوم صمت ويوم لا يجوز فيه الإشهار للمترشحين. صارت في بعض حالات اللي موجودة داخل الجمهورية، أول شيء من المواطنين، ثم مواطنين يعني قاموا بمعنى عديد المحاولات اللي معناها جلب انتباه للمترشحين، وبعض منهم اللي هم ممثلي المترشحين، ومعظم الحالات تدخلت الهيئات الفرعية في هذا الشأن، وفما بعض حالات الحقيقة مقاش التدخل اليوم في هذا الشأن. احنا بعد التقارير ما يضمش كان هذايا، هذه امبراتيك ماذا بينا كانت معنا قايمة ديما الهيئة تكون صارمة، ماذا بينا تواصل الصرامة هذه خاصة في يوم الاقتراع انه لا يجوز الدعاية او التأثير على الناخب من طرف اي كان، حتى المواطنين خاصة داخل او خارج مراكز الاقتراع. في الاثناء هل قمتم تقريبا، وقمتم طبعا برصد النسب الاقبال، كيفاش لقيتوها في الساعات الاولى خاصة؟ صحيح، هو الحقيقة احنا كنا في السنوات الفارطة في الانتخابات الاخرانية كان عندنا رصد مباشر لولوج المواطنين او الناخبين الى المراكز. في المرتين الاخرانيين كنا قراب برشا الحقيقه من النسب اللي كانت تعطي فيها الهيئه العليا. شنا اللي يعني سببين الحقيقه، ما كانش عندنا او مش ما عطيناش يعني النسب هذه على الفور. اول شيء انه بدلنا الطريقه، كانت عم ناول نعملوا ديسبوزيسيون بتاع الملاحظين بتاعنا في المكاتب باش يكون عندنا في عديد المكاتب قارة تدير الملاحظين موجودين منذ الصباح حتى الاخر نهار ما يتحركش من المكتب، حتى يكون عندنا رصد ل اشانتيون معناها نتاع الملاحظين باش نعطيو النسبه اللي كانت قريبه في اخر المطاف في تتبعنا بالحكايه. شنا بدلنا استراتيجيا نظرا لنقص الملاحظين عندنا، وخاصه لبعض الجمعيات اللي موقعش اعطائها التراخيص باش يكونوا حاضرين كملاحظين، قلنا احنا نحيو معناها التواجد الملاحظين القارين بل نمشيو المتجولين نسميهم احنا اوبسيرفاتور موبيل. هذا خلانا باش نغطيو اكثر معناها مراكز ممكنه. نعم. وابنائنا يتنقلوا، دونك ما عادش نجم انا ناخذ اول شيء الرقم، ثاني حاجه معظم المكاتب اللي فيها الهيئة ما يعطيوش الأرقام لنا احنا باش نجموا ننتبهوا. اذا وقت اللي مانيش حاضر انا يوم كامل في المكتب ما نجمش نعرف المكتب هذاك بالضبط الرقم بالشخص بيدو، خاطر انسان ما يتحركش بوجود غاديكا باش يرصد بطبيعة الحال حالات داخل المكتب وخاصة العدد. خلينا سنة ما نجموش. وحاجة أخرى والحقيقة تقال اللي احنا زاد كيف كيف مشينا في تطبيقها، وهي انه حكايه عمليه صبر الاراء. ايوه. اللي كانت معناها اللي الهيئه سنة قالت يستحيل، كان ما فماش حتى واحد يزمه يعطي رقم في معناها تواجد الاشخاص للتصويت. دونك احنا بيدنا قلنا الموضوع هذايا ما ندخلوش فيه، والهيئه عملنا عليها اللي هي كانت عندها الارقام نتاع الحضور، ولكن احنا موجودين على الميدان كنا نرصدوا اجمالا مشاكل تخص تواجد معناها الناس اللي باش تصوت، خاصه الفتره الصباحيه تقريبا حتى العشرة ل 11 الساعات الاولى. الساعات الاولى هذيك رصدنا مشكل، وهو سنه خاطر جاي جديد بالنسبه للهيئه مش جديد، كانت ترصد عمليات كل شخص يجي يصوت تسجلوا على المنظومه نتاعها.
هذايا عملت تعطيل، كانت هي قبل تعملوا خارج بعد ما المواطن يصور. نعم. وقتها تاخذوا الوقت هي وتسجلوا. لكن اجمالا حتى كي تغيرت الامور سي سامي قمتوا بعملكم، الامور كانت بسلاسه حتى ما تعرضت. هذايا معناها بارك الله فيهم ابنائنا ونشكرهم. نعم. بهذه المناسبه على العمل الجبار والوقت اللي خلاوه، وتعرف من السبعه نتاع الصباح حتى اخر مكتب باش يسكر، وين ناخذوا نصوروا التقارير وناخذوا النتائج ونمشيوا للبيرو دو 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 معناها دو فيريفيكاسيون وين تم الارقام غاديك باش نكونوا متواجدين في كل المسار نتاع الانتخاب. ما نسيبوش حتى لين تمشي الصناديق ونتبعوا الارقام. كيما عاودتونا مش جديد عليكم جمعيه عتيب. يعطيكم الصحة، مشكورين، وإن شاء الله ديما كيما هكا معودينا. وشكرا سي سامي بن يحيى على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. يعطيك الصحة، شكرا، تحياتنا لكم، بالتوفيق مجددا. أهلا وسهلا بالبنت العريض، نواصل معك رفيق دريتي. نبدأ زينة بأولى تصريحات اليوم عنا في البنت العريض ومدير عام مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني، اللي كان كشف في البارح مع 8 متاع الليل في نشرة أخبار القناة الوطنية الأولى على نتائج صبر أراء مؤسسة سيغما كونساي، اللي يقول أنها تشير لتقدم المترشح قيس سعيد. نعم. في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.2%، 2,200,000 تونسي صوتوا للمترشح قيس سعيد حسب إحصائي منظمة ومؤسسة سيغما كونساي. هذا يعني حسب كلام حسن الزرقوني مرور قيس سعيد من الدور الأول، وينفسر زادة كيفية احتساب النسب هذه. نتائج المترشحين هما ثلاثة مترشحين، الأول اللي تحصل على 89.2% هو قيس سعيد، تقديرنا بالنسبة للأصوات اللي تحصل عليها في تونس على التراب التونسي، لأنه اشتغلنا في التراب التونسي، قرابة 2.2 مليون ناخب صوت لقيس سعيد. ثم العياشي زمال قرابة 7%، 6.9%، وعدد الأصوات يناهز 170,000 صوت. ثم سي زهير المغزاوي 3.9%، وهذا يمثل قرابة 96,000 صوت. هذه تقديرات يشوبها بعض اللي نسميها نحن الخطأ الإحصائي المحتوم، اللي هو يقدر ب 1.5%. دونك النتيجة الحقيقية المنطقة الإحصائي 95% من الاحتمال باش تكون قريبة من هذه التقديرات بالنسبة لتونس، معناتها التراب التونسي. مدير عام مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني زينة، فسر جندريا شكون اللي انتخب المترشح قيس سعيد. نعم. وشكون زاد الفئة اللي انتخبت المترشحين زوز في سباق رئاسية ثلاثة الأخرين زوز اللي مع المترشح قيس سعيد. نحكيه على العيشي زمال وزهير المغزاوي. بالنسبة للشرائح العمرية أو الفئات العمرية، نلقاو أنه عكس ما صار في 2019 بالنسبة لسي قيد سعيد، أنه الشباب هو اللي صوت له، مرة هذه الكهول ولا حتى اللي أكثر من 60 سنة هما صوتوا له أكثر من الشباب. ثم بالنسبة للمرأة أو الرجل اللي صوتوا، نلقاو أنه طريقة طفيفة أكثر إناث صوتت سي قيس سعيد، لكن أكثر ذكور صوتت العياشي زمال، أو أكثر ذكور صوت زهير مغزاوي، وذا فيها مغزى احنا ندرسوها نرقاوها عندها معنى حتى سوسيولوجي وسوسيو سياسي. جيناها باسل ترجمان المرأة. طيب ضيق من شو المرأة برشا رهنوا على الأصوات وصوت المرأة في الانتخابات. نعم. في الاقتراع، فما رؤساء سابقين أيضا كانوا طالبوا أو طالبوا صوت المرأة لعد للكفة ساعات وساعات ما تنتخبش. ولكن قراءتك قبل ما نجعل في التفاصيل للنسبة وغيرها، هنا جايينها تباعا، أكثر الناخبين اللي صوتوا للمترشح قيس سعيد كانت المرأة. يعني هي ما هيش مفاجأة أنا بالنسبة لي، لخاطر المرأة في تونس يعني تقول ذات ثلاثة حاجات. نعم. أولا المستوى الثقافي والفكري، وهذا حتى حد لا ينجم يمسه ولا يقلل من قيمته. المرأة اليوم في تونس تبارك الله حاضرة بمستوى كبير برشا في كل الأوساط، من الأوساط الريفية. نعم. إلى المناطق الصغيرة إلى أسف. النقطة الثانية هي أنه المرأة عندها هذا الإحساس وهذا الحدث اللي التقطته بأن هذا الرجل يتعامل معهم ويتحدث معهم بصدق.
هذا عنده تأثير كبير أو لديها انتظارات معينة. نعم بالتأكيد هني جايها. نعم. وبالتالي الحدث اللي انه الرجل كان صادقا في كل ما تحدث به يعني هذه حاجة ما نعرفوهاش قبل في المرشحين. نحكيه على حاجة يعني هي من المضحكات المبكيات انه الرئيس الراحل باجي قائد السبسي عمل تعهدات لناخبيه بأن لا يكون مع النهضة و إلى آخره بعد انتخابه 24 ساعة أعلنها صراحة أنهم شراك. وبالتالي اليوم فما هذا هذه القناعة لدى الشارع التونسي أن الرئيس قيس سعيد أو المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد رجل صادق عندما يقول شيء يحترمه وعندما يلتزمه ينفذ تعهداته. الحاجة الثانية هي أنها الانتظارات. اليوم المرأة هي أساس العائلة في تونس، وبالتالي اليوم الناس في تونس تقارن بين مرحلتين. أيوة. عشرية خراب دفعت العائلة التونسية وخاصة العائلة المتوسطة والفقيرة ومحدودة الدخل غاليا ثمنها من أجل أن يكون هنالك عصابات تنهب وتسرق وتفعل ما تشاء في المال العام، وأن هنالك اليوم محاولة من أجل إنقاذ تونس أن الحديث عن الفساد، الحديث عن إعادة إنجاز المشاريع المعطلة، الحديث عن إعادة انطلاق الاقتصاد على أسس سليمة خلق نوع من التفاعل الإيجابي. المرأة في تونس هي ترى في وضعيتها، ترى في روحها، ولكن هي في الأساس هي الأم اللي ترى في مستقبل أولادها، تحب تراهم. اليوم فما حاجة مهمة أنه يجب إن شاء الله تتغير في الخمس سنوات القادمة، هي أنه أولادنا يجب أن يفكروا بأنه مستقبلهم في بلادهم لا في حرقة ولا في أنه يأكلهم الحوت وإلى آخره. هذه مسؤولية، هذه انتظارات أيضا ورهانات، هذه انتظارات الأم التونسية. فمش أم تونسية تقبل أنه تلوح ولده في البحر وما تعرفش عليه مش يصير مش يجراله. وبالتالي اليوم إعادة بناء الأمل للشباب التونسي، للعائلة التونسية، للأم التونسية، للمرأة التونسية بأنه مستقبل أولادها في بلادها هو أكبر تحدي ممكن يكون لي في يعني أمام المرشح الأستاذ قيس سعيد. انتخابات رئاسية مصيرية، ولكن الحقيقة كانت دارت وسط صراع زوز منظومات، خلينا نقولوا هذا ما يخفى على حد، باسل الترجمان والسادة المستمعين فاهمين يعرفوا زوز منظومات كانت في صراع، يترجع منظومة 24 جويلة، يتكمل منظومة 25 جويلة ما قبل وما بعد. وشعب تونسي حسب سيغما كونسي وحسب أيضا خلينا نرجع نعطيكم ميزاجور لآخر النتائج الأولية قاعدة تخرج بالنسبة لكل ولاية لأصوات الفرز، كملت الأصوات لعدد كبير تقريبا. قيس سعيد يتصدر النتائج الأولية في عدد من الولايات: المنستير، الكيف، القصرين، تطاوين، مدنين، جندوبة، سوسة، قيروان، بن عروس، باجة، قفصة، جابس، نابل، سليانة، سيدي بوزيد، قبلي، منوبة، وتوزر. هذه النتائج الأولية اللي قاعدة تعلن عنها هيئة الانتخابات في الفرز. قاعدين كل ولاية تقريبا خرجت النتائج الأولية وتعرف شكون من الأصوات مشيت باسل ترجمان. دونك منش باش نبعدوا كما قال بارح معانا في مداخلته في البلاتو ليديسيون سبيسيال اللي عملناها البارح في المركز الإعلامي، كي سألته حسن الزرقوني في مداخلته معانا هل النتيجة باش تكون بعيدة ولا قريبة، قال لي براتيكمون كيسيون تاع فاصل 89.2 سيجما اعند. دونك قال لك فاصل يزيد فاصل ينقص، مي جينيرالمون 89% هذيك. سان زرقوني الوطنيه الاولى قال كون النتائج هي بتكون بنسبه 95% في تقديرات مؤسسه سيجما كونسي. بالطبيعه نستناو زاد زينا النتائج اللي باش تكون في الدوائر اللي في الخارج، اللي هي ممكن زاد تخلق فارق ممكن قصير وصغير عفوا في علاقه ب خاصه الاصوات في باريس في قطر وكندا اللي هذه الاصوات حاسمه. بون نتائج حسمت النتائج خاطر حتى كان باش تقول باش يكون فما نسبه تقديريه او خطا، الفرق قداش باش يكون، لانه جاب كبيره، فجوه نعم كبيره هو بين الاصوات. هو نعم الحاجه المهمه اليوم هي انه بعيدا عن الفرز يعني لما انت تذهب الاصوات هذه حاجه فرز الصناديق، اما الحاجه المهمه زينه انه نسبه المشاركه
ارتفاع نسبة المشاركة دائما، يعني في الانتخابات السابقة كانت النسبة أقل من 9%. ما بعدنيش 27.7. أنت تحكي على الرئاسية؟ لا لا لا، نحكي على مشاركة التونسيين في الخارج. نعم التونسيين في الخارج كانت أقل من 9%، اليوم إن شاء الله باش نوصل 17-18%. صحيح. أنا نعتبره إنجاز كبير، إنجاز كبير، ودليل على تفاعل مختلف. أيوة. يعني فما حاجة مهمة، تفاعل مختلف من المواطنين التوانسة الموجودين في الخارج مع هذا اللي قلته لك. قلت لك كانت انتخابات مصيرية، ما كانتش رئاسية، في سباق عادي، كان صراع بين زوز منظومات. الشعب التونسي اختار، الشعب التونسي اختار وحسم يعني وحسم الأمر، على خاطر للأسف الشديد، للأسف الشديد، وأنا البارح قلتها وخليني نعاودها اليوم، أن كل المنظومة الحزبية التي تسببت في كل ما جرى لتونس من مآسي، أوكي، كنت نتوقع أنه على الأقل يخرج واحد ليعتذر، ليعمل نقد ذاتي، ليقول لقد أخطأنا. راهي مش عيب، راهي المية كولبا ما هي جريمة، تقول لقد أخطأنا ونتعهد أنه نقوم بالإصلاح والآخر. هل يعقل اليوم أنه تحب تقنع الناس في تونس أنه تحب ترجع لهم البرلمان الكراكوز بتاع 2019؟ واسم تعار في تاريخ تونس البرلمان هذا، ما شهده البرلمان حقيقة هو أحد الأسباب الرئيسية في تدمير والقطع ما بين الشعب التونسي وما يسمى المنظومة البرلمانية الديمقراطية. ما جرى من مهازل ومن كوارث، هل يعقل ليعقل بربي يزيد سمحني في اللوس، هل يعقل أنه مجلس نواب يجتمع يوم 10 جويلية 2021 ليصادق على مشروع قانون تتنازل فيه تونس عن ملكية أراضيها الزراعية والفلاحية باش تأجرها؟ يعني هل يعقل أنه إرضاء للآخرين اللي يحبوا يعملوا استثمارات نبيعوا ونأجروا الأراضي الفلاحية على 99 سنة باش المواطن التونسي واللي يأكل خير بلاده يبيعوه له الشركات الأجنبية؟ حقيقة أمر لا يصدق عاقل. ويخرج نائب، ربي يفرج عليه، تو هو خارج تونس وفي ظرف قضاء يعني انا تحدثت عليه، ويقول انا نحذر. وقتها كان الرئيس قيس سعيد كان ما يصدقش على يختمش القانون هذا اللي صادق عليه مجلس النواب ونعزلوه. هذا يا تاريخ علاش ننسوه اليوم؟ ولكن هؤلاء هل يريدوا من الشعب التونسي؟ وهذيك المصيبه الاخرى، انه هم كانوا ينتظروا انه الشعب التونسي باش يخرج في الشوارع باش يرجعهم. انتم اليوم الناس اللي هابطه منهم تتظاهر، هذا هو باش نجيك ونقول لك. هل ربما المظاهرات والمسيرات، زوز مظاهرات قادتها خلينا معارضه خرجوا حتى نهار الجمعه، المظاهره اللي نهار الجمعه، هل ربما كانت هي الفاصل للتوانسه في الخارج؟ انت قلت اصواتهم زادت، ما نعرفوش شكون صوت بالضبط الكل، ولكن بالنسبه تفهم اون فوغ كانت تصويت للمترشح عدد 3 قيس سعيد، بالتالي هل ساهمت المظاهرات اللي قادتها المعارضه وتصريحاتهم والحملات الفيسبوكيه في دعم شعبية قيس سعيد؟ بالتأكيد، يعني أنا نقول أكثر الناس التي خدمت إعادة فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات هذه هي الممارسات اللي قامت بها أطراف في المعارضة. نعطيك حاجة بسيطة برشا، هم يعملوا في خطاب كانوا يعملوا فيه في سنوات التسعينات والألفين حتى 2005 زمان بن علي، كانوا يجتمعوا مجموعة 18 أكتوبر خلينا نسميه بالاسم، وكانوا ضد الدكتاتور وضد الاستبداد وإلى آخره، ويضربوهم ويعتقلوهم، وكانت تباع الصورة. شنو اللي صار يوم الجمعة؟ وهذا شاهدوه الناس الكل. أيوة. إنه أطراف هبطت، تجمعت، شتمت، سبت، استفزت الأمن، حاولت تستعمل العنف وإلى آخره، استفزازات اللي كانت ورفعت شعارات مسيئة لشخص رئيس الجمهورية. ما الذي جرى؟ لم يعتقل أحد. فما تصوروا أنه نحن ثم ديكتاتورية في العالم؟ تصور أنت ديكتاتورية في العالم يهبطوا الجماعة؟ يعني أنا كنت تبع لانشينمون تاعك تقول صارت مظاهرات واستفزازات، حبوا أو ربما كان الهدف منها تسجيل اعتقالات 48 ساعة قبل صدور. نعم، وضرب ومضروب وإلى آخره لبيع صورة في الخارج. ما الذي جرى حقيقة؟ وهوني
والمسيرات والمظاهرات حقيقة في الدستور. أي لا, لا نقاش فيها, ولكن الممارسات التي شهدتها خارج إطار الدستور وخارج إطار الاحترام للقانون والدستور. ما الذي جرى هو أنه بربي هوني يعني نوجه تحية على المجهود الكبير اللي قامت به أجهزة الأمن في تونس, تونس العاصمة المدينة, على ضبط النفس, على التعامل بكل أخلاق, بكل يعني حتى البارح في مراكز الانتخاب تعاملوا بكل مهنية بكل حرفية, احترموا المواطنين, وبالتالي وقت يعملوا حاجة إيجابية نقول لهم بارك الله فيكم. ويعني هذا ليس رميا للورود ولا محاولة لي يعني كما نقولوا باش نرمي لهم حاجة, لا, ولكن الحاجة المهمة أنه التصرفات الغير مسؤولة التي قاموا بها أطراف المعارضة أدت خدمة كبيرة, على خاطر أنت خارج تحكي على الدكتاتورية وعلى استبداد وجرائم وإلى آخره, ومن بعد تروق تذهب إلى بيتك فرحة مسرورة, لشكون يضربك لشكون يقلقك, بالعكس يعاونوا فيهم باش يروحوا. وبالتالي هذه التصرفات غير المسؤولة هي التي عرت وأضعفت موقفهم, لأنهم يكرروا في خطاب تعلموه من أكثر من 20 سنة اليوم لم يعد قابلا للاستمرار, خاطر ليس له مصداقية. لم تتغير المعارضة, فهل ربما هذا يكون درس كنت تعتبرها ما تغيرتش بل اللي عملته خدم شعبية قيس سعيد وطلع في النتيجة طالما شاسع بين 3 من المترشحين, هل هذا اليوم يخلي أو يدعو المعارضة ربما أن تراجع روحها؟ للأسف الشديد تغير. للأسف الشديد أنه هي تسير كما نقوله نحن معيزه لو طاروا. يعني اليوم نحكيه على معارضة تطالب بالحرية والديمقراطية كما يدعون وإلى آخره, هل يعقل لشخص عنده 45 سنة رئيس حزب يدعي يطالب بالديمقراطية قام بطرد كل أعضاء حزبه على خاطر طلبوا بالابتعاد عن رئاسة الحزب؟ هنالك منطق في الأشياء لا يمكن أن يستوي. يعني أنا نعطيك حاجة بسيطة برشا, أنه فما قيادات حزبية يسارية من بداية ثمانينات القرن اللي كانوا موجودين معاهم في المشهد السياسي في نفس التوجه السياسي من اليسار في أوروبا والآخرين كلها اختفت من المشهد, هم ما زالوا موجودين. يا أخي فما واحد عنده من عام 83 لليوم ما زال يرى في نفسه الزعيم السياسي المنقذ للبلاد. وبالتالي هذه الطروحات لا تستوي, لا يمكن. ما المطلوب اليوم من هذه الأطراف؟ صندوق الاقتراع هو اللي صفي جنرال ما ويعطي وزن كل طرف, يا توز يا ما توزنش, يا الشعب معاك يا الشعب مش معاك, تنجم تحكي مصباح لليل, تنجم تنتقد رأيك وحر, ولكن الصندوق قال كلمة الشعب التونسي انتخب رئيسه لعهدة ثانية. طبعا ذكركم اللي تسمع فينا رسميا الإعلان عن النتائج الأولية اليوم من هيئة الانتخابات 7 متاع العشية, ولكن في الأثناء حسب ما كنت نشوفه ونتبعه مصباح في النتائج الأولية لعدد من الولايات قيس سعيد يتصدر بفرق شاسع جدا. نعم كل الولايات تقريبا, منستير, سوسة, الكيف, تطاوين, كلها كل 24 مدين, جندوبة, سوسة, القروين, بن عروس, بيجة, قفصة, جابس, نابل, سليانة, سيدي بوزيد, قبلي, منوبة, وتوس. نعم يعني هوني نتصور أن المعارضة ترفض أن تطرح على نفسها الأسئلة الحقيقية, على خاطر هي تعلم أنه الأسئلة الحقيقية ستنفي وجود هذا المشهد السياسي البائس ما بين طرفين. يعني اليوم ناخذ مثال طرف سياسي شاب عام 85 تخلى الحزب ليناضل به, وهذا أمر عادي ليس جريمة بغض النظر عن شكل الانتماء. وصلت كان عمره 20 سنة من 85 لتوفى 40, وصل 60 سنة وما زال السيد الأمين العام موجود. نكملوا زينة مع مستقبله, سمحني جيت أي مستقبل الناس تحلم في السياسة, تحب توصل, تحب تعمل, تلقى السيد في وجهك عنده 40 سنة 45 سنة دوك ما عندوش الحق يطلب التعددية والديمقراطية. لا عنده الحق, ولكن من لا يؤتمن على التعددية والديمقراطية في بيته لا يمكن أن يؤتمن عليها في الشارع وفي المشهد السياسي العام. أهو كذلك نضيف زينة نقطة فقط في علاقة بنسبة مشاركة التوانسة في الخارج في عملية التصويت, فإنه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر البارح كان أكد كونه التطبيق اللي عملتها لهاية في الانتخابات سنة وإمكانية إتاحة الإمكانية للتوانسة أنهم يصوتوا في أي مكان وقت اللي يكونوا موجودين في الخارج هي زادة اللي شجعت وزادت في نسبة الإقبال على التصويت. على كل زينة نكملوا, والمترشح قيس سعيد كان البارح مباشرة بعد الإعلان على نتائج تقديرات صبر الأرات
تحول إلى مقر حاملته الانتخابية في العاصمة، وين أشار كونه اللي عاشته تونس البارح هو استكمال للثورة، وقال كونه باش يتم تطهير البلاد من الفاسدين والمتآمرين، وأنه ما يبلغش وقت اللي يقول من المتآمرين. ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة، وسنبني إن شاء الله كما يريد الشعب ذلك، سنبني وسنسير سنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين والمشككين والمتآمرين، ولا أبالغ هنا أقول من المتآمرين. والشعب التونسي أظهر وعيا عميقا غير مسبوق، وسعودا شاهقا في التاريخ غير مسبوق، وهذا دليل على ذلك بإمكانياتنا الذاتية. وستبقى تونس حرة مستقلة أبد الدهر، وسنرفع رايتنا التونسية العالية في كل مكان عالية، ولا نقبل بأن يتدخل أي كان في شؤوننا. هذا الأمر يتعلق بالقانون، احترمنا القانون، احترمناه بكل تفاصيل وسنحترمه كذلك. ولكن ما تم الإعلان عنه منذ قليل من نتائج لعمليات صبر الأراء، وهي نتائج في أكثر الأحيان في كل الدول صبر الأراء بعد الخروج من عملية الاقتراع قريبة من الواقع. تونس ستستمر وتونس ستستمر، والعز والإكبار لتونس والعز والإكبار للتونسيين والتونسيات أينما كانوا. البارح في مداخلتنا وفي مداخلتكم معايا في الليديسيون سبيسيال بسلطة الجمال اللي كانت من 6 ل 9 على موجات الإذاعة الوطنية، انت قلت هالكلمة قبل حتى يتكلم رئيس الجمهورية وسألتك سطرت لك عليها، قلت لي حملة المحاسبة ستتواصل، قلت لك في العهد الجديد مازلنا نحكي، وقلت لي نعم حملة المحاسبة ومحاسبة الفساد والفاسدين حملة مستمرة. هل اليوم أكد رئيس الجمهورية ما بعدش على كلامك وتحليلك البارح في الأثناء، المتآمرين اللي تحدث عليهم رئيس الجمهورية اللي ديما يحكي عليهم رئيس الجمهورية شكون؟ يعني أولا لا نعرف حاجة أنه كان فما الرئيس قيس سعيد جاء بفكرة هي الصلح الجبائي الجزائي، وكان أنه محاولة غلق الصفحة وإعادة الأموال للشعب التونسي. كان هنالك قرارات من أطراف بأن هذا يجب أن لا يتم، وتم تعطيل هذا الملف للأسف حتى من داخل الدوائر الحكومية، لأنه نحن نعلم حاجة أنه كثير من الأطراف في الدولة العميقة في تونس ارتبطت والتقت مع منظومة الفساد اللي حكمت تونس في عشر. كان حسب ما تقول أنت بس الترجمان الصلح الجزائي، فما البعض من المعنيين بالصلح الجزائي على جاتهم مودوغ، فمشكوم طلب منهم ما تمشيش للصلح الجزائي، استنى الانتخابات ستتغير حتى تطيحوا قيس سعيد. وهذا الموضوع ما بداش من اليوم، هذا يبداو فيه من 2022. شوف ناخذوا ان انشينمون كيفاش عملوها. أيوة. اول حاجه كانت تفكر نرجع شويه بالتاريخ، انه كان الحديث انه لن تكون هنالك انتخابات، انه قيس سعيد خايف هدايا في جوان قبل اعلان على موعد الانتخابات انه سيقوم بانقلاب، انه خايف من نتائج الانتخابات، خايف من نتائج الصندوق. وكعادة الأستاذ قيس سعيد يفاجئهم حيث لا يتوقعون. نهار 3 جويلية خرج أعلن عن موعد الانتخابات، أسقط فيهم، كانوا عاملين مشروع كامل، تتفكر صفحات المأجورة اللي هي أكثر من 1000 صفحة كان يتصرف وما زال يصرف عليها كل يوم 500 مليون، كان عملوا فيهم حاجات، على الأقل واحد منهم شراء أوتيل، فهمتني، كان عمل شيراتون جديد راهو خير. نسحب كلمتي، نعتذر. احنا سكتنا خاطر سيل عرفت بشيراتون جيد، وبالتالي عندما اعلن على الانتخابات اسقط في يدهم، لانه كانوا يحكيوا انه لن يعلن على الانتخابات، انه سيقوم بانقلاب، انه خائف من نتائج الصندوق، ثم انطلقوا فيما بعد في حملات التشكيك. اليوم شنو بعد ما خرجت النتائج فهموا تماما، فما شكون فهم قبل اعلان النتائج ومشى للصلح الجزائي. واليوم انا نعتقد انه هم امام زوز خيارات، اما ان يذهبوا، وهذا يعني احد الاصدقاء
السياسيين القدامى في تونس قالها، قال انه بعد الانتخابات يتسابقوا باش يحلوا الموضوع هذا. لا هي قضيه مع العلم وانه فما عده اطراف ووجوه معروفه ذهبت ولجأت الى الصلح. نعم نعم اليوم، ولكن تم التعطيل لانه كان فما عدم جديه وكان فما علاش ما نقولوش ربما حتى طريقه العمل اللي ماشيين بها اليوم اعضاء لجنه الصلح الجزائي ما كانتش كما من الاول. من الاول كانت ماشيه ماشي، وهنا قلت لك ثم تغيرت التركيبه. أنا قلتها زينة، قلت هنالك من قام من داخل الدولة العميقة، لأنه هنالك ارتباطات الفساد. ارتباطات الفساد راهي لا تهم شخص، يعني لا يوجد شخص فاسد، هنالك فاسدون. نعم. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هذه نتصور مبنية على ثلاثة حاجات. أولا تعزيز النجاح الاقتصادي. وناس تقول لك شنو هو النجاح الاقتصادي اللي صار؟ النجاح الاقتصادي أنه نحن لأول مرة من 2011 لن نقوم بميزانية تكميلية، نقوم بالاستدانة من أجل الصرف الدفع يعني مصاريف الدولة التونسية ومؤسساتها. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي النجاح ولله الحمد بسداد كل الديون الخارجية. الشهر هذايا تونس مطالبة بسداد 1440 مليار من بقية 10900 مليار اللي دفعناها. فما قرض باش تسدوا تونس لصندوق النقد الدولي هو 286 مليار. لا أحد يعلم أين صرف هذا المبلغ. عرفت يعني ونصل الجارد اللي على اساس قامت به وزاره الماليه مستمر تقريبا عنده عامين. نعم مستمر الجارد ومستمر. شوف ستكون هنالك بعد هذه الانتخابات فتح صفحة جديدة في تونس، لن يكون هنالك أحد خارج إطار المحاسبة. على أمل وأنه يكون قانون المالية كما دعاله رئيس الجمهورية قيس سعيد من مدة تقريبا، للي يكون قانون يراعي ظروف الموظفين ظروف الشعب التونسي في الأثناء الملامح ونستنوا البرلمان دوك من قبل. نعم. ما نحكيوش على قانون المالية، خلينا في الانتخابات الدولة الاجتماعية العادلة. الدولة الاجتماعية العادلة هي الدولة التي هذا هو اللي طالبه رئيس الجمهورية. الدولة الاجتماعية العادلة هو لازم يقابلها قانون مالية عادل. نعم. اجتماعي مش جبهي. نعم والأساس في هذا هو أن يكون هنالك جباية عادلة. يعني نعم يعني لا يعقل انه فما دون ذكر يعني نوعيات عمل تحقق ارباح طائله. كيفاش هي رفيق تسمي الجباية التصاعديه؟ الجباية التصاعديه زينه. نعم. هذه هي الفكره اللي جاتني تو. ارباح ضخمه جدا وتسدد ذاك الحد الادنى اللي نتاع ال 40 دينار اللي هم على الاسف وهذا حقيقه ما حد من يجم يخبيها الموظف هو الاكثر طرف. نعم اليوم يخلص اليوم الجبال لانه شهرته عند الدوله. نعم. ما توصل له القصص. نعم اليوم فما حاجه مهمه يعني الحاجه اللي انا نعتبرها ايجابيه ونتمنى انه يعني نراوها، هي انه سيتم ربط عديد المؤسسات يعني التي تقوم ببيع المنتجات للمستهلكين بآلية الربط المباشر مع خاطر مش معقول سمحني في الكلمة قهوة ولا مطعم صغير يعمل شيفر دفير بتاع 30-40 مليون يدخلوا للبنوك في إطار عملية أن نسميها تبييض الأموال وحتى حد لا في باله. مش موضوعنا ذي نعود ونرجعوا لاتباع عباسة رجمين. ما زلنا مواصلين في الأجواء متاع الحملة الانتخابية والمترشح قيس سعيد مدير حملته البارح علق قبل حتى النتائج تقريبا ما تصدر والخروج إلى الشارع معك. بالضبط زينة. نوفل سعيد مدير حملة المترشح للرئاسية قيس سعيد يقول كون النتائج ذي كانت متوقعة حسب كلامه. طبعا هذا في رده على من شك مثلا الزوز مترشحين سلمى غزاوي وممثل سي زمال اللي شككوا في النتائج وقالوا لا يستنى وبالك شي نحن الفارق أكبر ربما وأصواتنا أكثر. وزينة في الإطار هذا فقط نفتح قوس البارح رينا على وسائل التواصل الاجتماعي تقديرات ونسب صبر أراء كانت مغلوطة ومجانبة تماما للصواب تم تداولها إلا أنه بعد بتبيع خرجت تقديرات. نعم. سيجما كونسي. فنوفل سعيد زادة إراء النسبة هذه من منظور آخر يقول كونه هذا يعزز ثقة الشعب في المترشح قيس سعيد وأنه وقت اللي يرتفع منسوب الثقة فأنه هذا مهم جدا في الاستقرار السياسي. النتيجة هذه كنت متوقع تحقيق سلامة وهذا يعني إذا كان يدل على شيء فإنه يعزز ثقة الناس الشعب التونسي بالمترشح قيس سعيد وبالرئيس قيس سعيد ويلزم يفهم الناس كل ويفهم العالم أجمع إنه عندما يرتفع منسوب الثقة بين الحاكم والمحكوم هذا أمر مهم جدا بالنسبة للاستقرار السياسي في البلاد بالنسبة لاستقرار المؤسسات في البلاد بالنسبة لبناء مؤسسات جديدة الدولة تأكد عليها
أنه بالرقم هدايا يعني العالم أجمع يجب يفهم 25 جويلية لا رجوع عنه. واليوم إذا كان ثم قاعدة تلتقي حولها القوى الوطنية في البلاد واللي تأمن بالوطن هدايا وبمستقبله مش بالرجوع إلى الماضي، هو الالتقاء حول قاعدة 25 جويلية. والبارح زينة كان شد شارع الحبيب بورقيبة ومختلف الأنهج المتفرع عليه توافد كبير من مواطنين ومن مساندين للمترشح للرئاسية قيس سعيد اللي كانوا عبروا على فرحتهم على النتائج اللي كانت أعلنت عليها مؤسسة سيغما كونساي. نسمعوا البعض من الأجواء اللي كانت البارح في شارع الحبيب بورقيبة. الشعبية أو الأنصار كانوا خرجوا بشكل مفاجئ، مش مفاجئ، هو كان بشكل رد فعل عادي. الناس وين تهبط في تونس وقت يكون فما أي حاجة؟ تهبط شارع بورقيبة عادي جدا، خاصة المسرح البلدي. ولكن الحاجة الحلوة اللي كانت صارت البارح وقت اللي وصل بشكل مفاجئ رئيس الجمهورية التحم بأنصاره. نعم التحم بأنصاره، حقيقة كان مشهد غير عادي. فما الحاجه اللي ما فهموهاش ومش باش يفهموها برشا هي انه الناس اللي هبطت للشارع تحب قيس سعيد، ناس بسطاء، ناس فقراء، ناس عاديين، ما هماش لا جابتهم كيران لا جابتهم حفلات لا جابوهم لا شوكوتوم لا حتى شيء. بالتالي الناس جات لانه عندها حلمة. ترى في اللي يحكي فيه الأستاذ قيس سعيد هو جزء من أحلامها في تونس، وهذه حاجة حلوة أنه اليوم إنسان يحكي بأحلام الناس، يوعدها ما يوعدهاش، هو يتعهد لها أنه باش يعمل. نعم. يعني أقدر نعتبر أنه أكثر حاجة نجح فيها المرشح قيس سعيد أنه لم يعطي وعودا انتخابية، وتعهد بالعمل، تعهد. والأخرب بس الترجمين ديما الناس تمشي للرئاسية لأنها تمشي للشخص. نعم. للطرف بعينه. نعم. مش كما الأحزاب بعض ضيع الوعود وواحد يعلق على واحد. نعم. وأنا نعتبر أنه المرشحين اللي قدموا البرامج متاعهم الغلطة الكبرى التي ارتكبوها أنهم أرادوا أن يربطوا أنفسهم بماض يكرهه الشعب التونسي. وفي الأثناء اليوم عام تعدى على ذكرى طوفان الأقصى، ذكرى السنوية الأولى. نعم. لطوفان الأقصى اللي بالتزامن مع ذكرى حزب الله أصدر بيان بأنه سيواصل ضد العدوان رغم الأثمان الباهظة اللي دفعها ورغم الأسماء والقادة اللي خسرهم. تفاصيل مع تقرير سامي العرفيوي. عام مر على طوفان الأقصى، عام من المجازر والتدمير والإبادة الجماعية لأهل غزة، عام من العربدة الصهيونية أمام صمت وعجز دولي مستراب، يقابله عام من الصمود والمقاومة والانتصارات. فطوفان الأقصى وفق الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة كتب بداية النهاية لأطول احتلال في التاريخ المعاصر. معركة طوفان الأقصى غيرت وستغير وجه المنطقة، وكتبت منذ صباح السابع من أكتوبر 2023 بداية النهاية والأفول لأطول وآخر احتلال في التاريخ المعاصر، ووقعت انكساره وإساءة وجهه وفضحه، وسيكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا بإذن الله تعالى. يا شعبنا يا أمتنا، تواجه المقاومة الفلسطينية في غزة أربا صهيونية أمريكية لا زالت عاجزة أمام شعب عظيم يواجه المجازر والمذابح المروعة لكنه لا يعرف الانكسار. كيف سيهزمون شعبا تعيش مقاومته في وجدانه؟ يواصل مجاهدون في كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية يواصلون وسيواصلون مواجهة جيش مجرم نازي لم يمر في التاريخ المعاصر له مثيل. طوفان الأقصى غير المعادلة وأسس لتغيير الواقع الذي حاولت أن تكرسه دولة الاحتلال ومن لفها، فانهارت استراتيجيتها في تغييب القضية الفلسطينية سياسيا وإعلاميا وانتهاج سياسة التطبيع، وهو ما أكده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية. من كان يتصور من أولئك المهزومين الذين نشروا ثقافة الإحباط واليأس وأرادوا لمسيرة التطبيع أن توصم هذه المرحلة والاعتراف بالعدو، من كان يتصور من هؤلاء
أن يشاهد هذه المظاهر، هذه البطولات، هذه التضحيات من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بل فتحوا بوابة النصر العظيم. غزة اليوم تمسح عن الأمة عار الهزائم وعار السكون والسكينة. بل الهزيمة الأكبر هي انكشاف الوجه الإجرامي لدولة الاحتلال أمام شعوب العالم التي أحرجته بمسيراتها في كل العواصم، منددة بالغطرسة الصهيونية، مطالبة بالحرية لفلسطين. المجد للمقاومة. وفي الأثناء الأوضاع في لبنان ما زالت كما هي عليها، ما زال الكيان الصهيوني الغاشم يواصل الاعتداءات في المنطقة رغم بعض التنديدات ربما المحتشمة دوليا، ولكن الوضع باسل ترجمان كما هو عليه عام اليوم من 7 أكتوبر. اليوم بعد عام من 7 أكتوبر أوكي، وفي قلب قطاع غزة في المناطق التي قال الاحتلال الصهيوني أنه قام بتطهيرها وإلى آخره، يتم تدمير دبابة ميركافا في وسط القطاع صباح اليوم. تحية لأيدي المقاومة. وبالتالي اليوم هذا الجيش الذي لا يقهر، هذه القوة المتغطرسة اللي كانت نهار 6 أكتوبر تهددنا صباحا مساء يوم الأحد وتقول أنها تعلم عنا كل شيء، فشلت في أن تواجه المقاومة في قطاع غزة. أيضا هنالك فشل كبير في جنوب لبنان، وهم يتحدثون اليوم يحاولون رفع معنويات المنهارة لجيشهم بأنهم سيقومون بعمليات يعني برية في جنوب لبنان، وهم يعلمون حاولوا وتكبدوا خسائر كبرى. أنا نقول حاجة واحدة، أنه نحن من عام 48 كان كل معركة تصير وكل حرب تصير تكون ارتداداتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على العرب والفلسطينيين. اليوم الارتداد داخل المجتمع الصهيوني، اليوم فما 500,000 هاجروا، وكنت قبل قليل مع أحد الزملاء الصحفيين نتحدث خارج الإذاعة، قلت له يلزمهم نعمل لهم وكالة غوث اللاجئين. شكرا باسل ترجمان، شكرا رفيق دريدي، شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد الأخبار مع نعيمة سولي راجعين نستقبل ضيفي في الانترفيو أيمن بغطاس عضو ليزي. تحياتي. الدكتور حكيم. المسن المريض بالسكر يلزم نراقبوه على خاطر ينجم يطلع له السكر من غير ما يفطن.